مبدئيا الهير بي اس تي اف لا يعمل مع محرك الالعاب اي في، لكن ممكن الاي في بيتيح لنا بعض الادوات اللي ممكن نعمل بها هير ولكن بطريقه ابسط وطبعا والنتيجه تكون مرضيه. طيب خلينا نبدا بكيوب اف 3 كويك فر او شعر بطريقه اسرع. طيب احنا هنا في البارتكل نمبر 2500، لو الفيبورت بطيء لسبب ما ممكن نذهب الى الفيبورت ديسبلاي ونقلل الفيبورت، ده في الفيبورت والرندر هيكون طبعا 100%. طيب هنذهب الى البارتكل بالاف هنا مثلا ده كده في الأوبجكت مود، وممكن يكون اللينس يكون أكتر. هنذهب البارتكل واللينس كالتالي، ممتاز جدا. طيب احنا دلوقتي في الماتيريال أو نذهب الفيوبورت، طبعا مفيش اي لايت فهيكون كالتالي، فاحنا هنضيف اي لايت وليكن ممكن بوينت هتكون وليكن 900 واط، نخلي 1500 وشيفت دي هنا وليكن 800. طيب الفير ماتيريال هو بيقول لنا ان في فير ماتيريال، طيب ممتاز. هو هنا برينسيبل خلي الكولر ولكن يكون هذا اللون زي ما هو ظاهر، دي كده مبدئيا اول شيء. طيب احنا لو ذهبنا الى السيتنج في الهير وهنا اديشنال سب ديفيجن هيكون افضل في مع التعامل، يعني لو هيكون في سب ديفيجن في الهير هنا صفر هل. لكن الستريب بيكون اسمك طبعا زي ما احنا شايفين، هو على حسب طبعا نوع الاوبجكت، ممكن طبعا ده يكون متاح ليكن لو بنتكلم عن ليون او اي حيوان معين، ساعات الفير او الهير بيكون بنفس هذا السمك، لكن مع اشياء اخرى مش هيكون بهذا السمك. احنا سبليفين بيكون في السماكة في القاعدة اعلى. طيب ده كده ايه مبدئيا اول شيء. طب هل ده برينسبل الاساسي؟ لو جربنا الهير من هنا طبعا هيكون اسمر، لماذا؟ لان الاي في لا يدعم البرينسبل هير. عشان نشتغل مع الايفي هنذهب لسايكلز نشوف الجمال البرنسل بي اس دي اف مع سايكلز. خلينا ناخد مربع واحد وليكن كالتالي ونشوف جمال البرنسل بي اس دي اف، شيء طبيعي مش محتاج اي شيء، مجرد فقط بنضيف البرنسل بي اس دي اف وكالر معين. ده كده يكون هيكون اورجانيك. هنا الرفنس والريديال رفنس بيتحكم في نوع او في اللمعان. اكيد ده اعلى من اللازم، يعني ممكن نقول ان هو 0.4.
ده كده كان ببساطه شديده البرنسبل هير. يعني احنا ممكن الهير نشتغل بيه اوتوماتيك مع الايفي، لكن لواقعي اكتر ونضيف البرنسبل هير دي بي اس ديف، يبقى احنا كده نشتغل مع سايكلز، لان حتى الان الايفي لا يدعم الهير بي اس ديف، لكن مستقبلا ممكن يدعم الهير بي اس ديف. وده كده كان بالنسبه لنا كان هو درس اليوم، اتمنى يكون الدرس مفيد، والى اللقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.